يا اهلا وسهلا بيكم من الحلقه الاولى من يا سلام اما قصه عبره بصحيح، والحلقه النهارده بعنوان الزوجه الصينيه. يا سلام اما قصه عبره صحيح يا سلام. الحكايه بدات لما واحده صينيه اتجوزت وراحت عاشت مع جوزها وحماتها في بيت واحد. من اول يوم بدات خلافات تظهر جدا ما بينها وما بين حماتها، وبدات ان شخصيتهم كانت مختلفه وطريقه تفكيرهم مختلفه، وكانت بتحس ان هي بتظلمها وبتفتري عليها وبتنتقدها بشكل كبير جدا وبتتعند جدا تجاهها. فعدى شهر 2 3 4 الامور بدات تبقى اسوأ واسوأ واسوأ. فبدأت الزوجة الصينية دي تجيلها فكرة، راحت لراجل بائع أعشاب كان صاحب والدها وطلبت منه يديها أعشاب سامة عشان تتخلص من حماتها. الراجل قال لها مفيش مشكلة، أنا ممكن أديك أعشاب سامة، بس لو أنت سميتيها دلوقتي وماتت دلوقتي أنت أول واحدة هيتوجه ليها أصابع الاتهام. فالحل هنا ان انا هديكي اعشاب تكون بطيئة المفعول، بحيث ان الست دي ما تموتش مرة واحدة وتموت على 7-8 شهور. بس عشان ما تلبسيش انت القضيه لازم تعملي حاجه لطيفه جدا جدا، وعشان اصلا تتقبل منك ان كل يوم تديها كوبايه مشروب او حاجه فيها سم لازم تغيري من طريقه تعاملك معاها. لازم تبقي ودوده جدا معاها ومطيعه وتحاولي تحتويها وتحاولي تعدي اي موقف ممكن يسبب اي مشاكل. فبالتالي هي كل يوم هتتقبل منك انك تديها كده مشروب وتشربه. مرت الايام وفعلا بدات الزوجه الصينيه تنفذ الخطة، مرة يوم التاني التالت شهر التاني التالت. بدأت في الأثناء دي بدأت تحب حماتها جدا جدا جدا، وبدأت حماتها تغير من تعاملها معاها، وبدأت هي كمان تغير من تعاملها مع حماتها، وبدأ يبقى في ود جديد جدا ما بينهم. ففي اللحظة دي راحت للراجل تاني بائع الأعشاب وقالت له أنا عايزة أوقف مفعول السم عشان أنا بقيت أحبها. قال لها اصلا انا ما اديتكيش السم، انا اديتك ميه، السم كان في دماغك انت. ودي كانت القصه. تعالوا كده نعقب عليها بسرعه عشان نطلع منها بالحكمه المستفاده من القصه. في مقوله تظهر قدامك على الشاشه هتلخص الموضوع ده. المقوله دي بتقول if you don't like something change it، if you can't change it change your attitude. يعني ايه؟ مش عاجبك حاجه غيرها. يعني هي مش عاجبها حماتها تغيرها، طبعا مش هتقدر تعمل كده. فطالما انا بقى مش هقدر اغير الحاجه دي اغير الاتيتيود بتاعي. يعني ايه اتيتيود؟ عشان نتكلم عن الاتيتيود هنجيب معاه كلمه شهيره جدا الاثنين بيتقالوا مع بعض، اتيتيود وبيهيفير. ولو رحت على جوجل مثلا وكتبت اتيتيود او بيهيفير غالبا هيجيب لك ان الاثنين سلوك، وده غلط جدا. وفي اي تدريب انا بدرب فيه بسال السؤال ده، ايه الفرق ما بين الاتيتيود وما بين البيهيفير؟ غالبا الاجابه ان ده سلوك وده سلوك. طبعا ده غلط جدا، ده حماده وده حماده تاني خالص. الاتيتيود هو المسؤول عن ظهور البيهيفير بالشكل ده، فعشان اغير البيهيفير او السلوك بتاعي او التصرف لازم اغير الاتيتيود. تعالوا نشوف كده تعريف الاتيتيود والبيهيفير على موقع محترم مثلا زي كامبريدج او اوكسفورد، هنلاقي التعريف كالتالي. اول حاجه البيهيفير ذا واي ذات somebody behaves especially towards other people، يعني الطريقه اللي بيتصرف بيها شخص ما تجاه الاخرين، ده السلوك. تعالوا بقى كده نشوف الاتيتيود، ذا واي ذات يو ثينك اند فيل اباوت somebody او something، يعني الطريقه اللي بتفكر بيها وبتشعر بيها تجاه شخص ما او شيء ما. فده ملخص الموضوع، انا عايز اغير من سلوكي تجاه حاجه معينه لازم اغير من طريقه تفكيري تجاه الحاجه دي. وده هيودينا ان تعريف الاتيتيود او الاتيتيود بيتقسم لثلاث حاجات. اول حاجه عندنا حاجه اسمها الكوجنيتيف او الادراك، وبعد كده حاجه اسمها الافكت او التاثير، واخر حاجه عندنا اسمها البيهيفير او السلوك. اول حاجه عشان اغير البيهيفير ده رجع لي رقم واحد للكوجنيتيف او الادراك. الكوجنيتيف او الادراك يعني استقبال المعنى وتفسيره. مش كلنا بنستقبل الحاجه بنفس الشكل وبالتالي بنفسرها بشكل مختلف. مثلا احنا عندنا هنا حد يخرج بشورت في الشارع او مثلا في الارياف او كده، ده بمثابه مصيبه. لكن ممكن في بعض الاماكن في القاهره او مثلا بره مصر او كده الموضوع عادي جدا جدا جدا. فده بيرجع لحسب
الكوجنيتيف او ادراكك او تفسيرك للمعنى ايه اللي بيجي اصلا من نشأتك ومن معتقداتك ومن تربيتك ومن دينك ومن حاجات كتير جدا 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 جدا. بعد كده الكوجنيتيف ده بيديك حاجة اسمها افكت. يعني انا مثلا انت عايش في الارياف وشفت حد خارج بشورت مثلا، اول ما تشوفه حصلك افكت كده سيء او تأثير سيء، وبالتالي البيهيفير انك ممكن تتخني معاه او تشتمه او تتعامل معاه بشكل مش كويس. فالاتيتيود انت اول حاجة انت بتفسر المعنى ثم تتأثر به ثم تصدر سلوكا. زي بالظبط نفترض انك المدير بتاعك حد صعب جدا وحد انت مش طايقه وحد فيه كل العبر الوحشة اللي في الدنيا كلها، فانت قدامك حاجتين، لا تغيره ولا تغير من الاتيتيود بتاعك. تقدر تغيره غيره، ما قدرتش تغيره تعالى غير من الاتيتيود. الادراك بتاعك ابدأ شوف فيه الحاجات الإيجابية، أكيد هتلاقي فيه حاجات إيجابية، ربنا أكيد خلقه بحاجات كويسة. شوف الحاجات الكويسة دي، عشان الحاجات الكويسة دي هتعمل لك تأثير إيجابي وانت رايح الشغل بدل ما تبقى كاره حياتك، وفي الآخر هتخليك تصدر بيهيفير أو سلوك جيد، إنك تلتزم بمواعيدك، إنك تلتزم بالأوردرز أو بالطلبات أو بالمهام اللي طالبها منك وهكذا. فصدقني أنا دي أنا جربتها بنفسي كتير جدا جدا جدا. في حاجة ما بتتغيرش، يبقى أنا اللي لازم أغير طريقة تفكيري تجاه الحاجة دي، أغير أتيتيودي تجاه الحاجة دي. أتمنى أن قصة النهاردة تكون عجبتكم، وانتظرونا إن شاء الله في قصة جديدة من يا سلام أما قصة عبرة صحيح.